يمكن لي أنا شوية كلمة في حق رئيستنا. نحن إذا أن فخر واعتزاز، وجيت أنا في فترة أنا أعتبرها فترة ذهبية بوجود معالي الدكتورة أمل القبيسي كرئيس للمجلس الوطني الاتحادي، وطبعا هي أول امرأة في بنقول امرأة عربية حتى في على مستوى الوطن العربي ترأس المجلس الوطني. هذه الإنسانة حقيقة يعني أنا لو بقولك من أول يوم راهنت على تميزها. إنسانة حقيقة يعني حتى الأخوات، هذا مش بس كلامي أنا، تمتاز بالكثير من مقومات النجاح، وإنسان اشتغلت على نفسها لين وصلت، وأنا أهنيها على هالمنصب لأنها فعلا هي جديرة فيه. أنا رشحني الرجل والمرأة والصغير والكبير، وهذا يعني هذا يكفيني. اثنين كان عندي فريق فاعل ومؤثر، فريق يعمل بالحب. يعني أنا لما يجلس معاي فريق لمدة 25 يوم 26 يوم 27 يوم ويترك عيالي، هذا شو معناته؟ حاب يحقق إنجازه فيي أنا لأنه يحبوني.